بعوضة، لو اجتمعوا له لم يخلقوا ذبابة، لو يخلقوا الذبابة لو اجتمعوا له. قال لك الله سبحانه وتعالى لن تخلقوا الذبابة ولو اجتمعت له. خلقوا لي غير ذبابة، لا كتحلوا في فمكم اخلقوا دبانة، اخلقوها هيا خلق لي دبانة. لا انت ياك تقول بلي كل شيء جا وحده، اخلق لي دبانة يا حمار، يلا خلق دبانة. ربي عطالك الدبانة ماشي الله اللي خلقها. قال لك لن تخلقوا الذبابة ولو اجتمعت له. تخطئ الانس والجن كاع يجتمعوا باش يخلقوا ذبابا في الارض، ما تخلق ليش دبانة. انت تهضر لي على انسان شكون خلقه والارض شكون خلقها والشمس شكون خلقها؟ خلقها رب العالمين، هذاك اللي راح يكراسيك يوم القيامة. راني خايف يوم القيامة، هذه هي الحجة الكبيرة. قلت لك ميهو بلو كان تنحي جهنم وتنحي يوم القيامة، الله مسكين يبقى وحده. على بالك واحد ما شاء الله ما شاء الله يا حمار، السر اللي عطاه لك ياك عابدين النار وعابدين يوم القيامة. هكذا اللي تشكر ربي انت يا سبحانه، فهمتي؟ هكا تشكر ربي سبحانه. انت يا سهل، سؤال سهل برك. قلت لك كيف عرفتي بلي هو الانسان اللي دار لافيون، هو اللي دار الطائرة؟ كيف عرفتي؟ كيفاش عرفت؟ ماكش تروح اللوزينات تشوف انت حمار، ماكش تدخل تشوف. شفتي اللوزينات داكور، درك قولي لي كيف عرفتي البعوضة بلي الله هو اللي دارها؟ باسكو الانسان يقدر يدير بعوضة. عطيني جوابك، عطيني جواب. رحتي اللوزين رحتي اللوزين تعرفي باش شفتي دار بعوضة. انا على بالي بلي الانسان يخلق دبانة ويخدم طوموبيل بالحديد اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، وكلش يديروا الانسان بالحاجات اللي خلقهم ديجا ربي سبحانه. هو عطالو هذاك التفكير، فهمتني؟ عطالك التفكير. انت تستطيع ان تجيب يعني من 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 افاق الارض والسماوات والارض، فانفذوا لا تنفذن الا بسلطان. الانسان قادر يدير امور في هذه الدنيا، بصح هذوك الامور اللي يديرهم كيما طوموبيل وكاع الحديد شكون اللي خلقه؟ انت دير الحديد انتيا. انا نقول لك خلق لي دبانه، انا نقول لك انت دوكا لا كراجل جاوبني، تقدر تخلق دبانه انت وميهو باليوم في الليل؟ انا حبيت لكم غدوه تخرجوا لي دبانه والطير هكذا وكلش. تقدري مدام اكتشفي هيا مدام هضري كيما حبيتي، من فضلك جاوبي على السؤال تاعو. انا نقول لك انت عندك مشكله في الفهم في الوعي، المشكله تاعك. شوفي انت ناس ملاح وكلش، المشكله تاعك فهمت نفهم علاش ما تقاطعينيش ميهو؟ ما تقاطعينيش، ما فهمت. المشكله تاعك انت في الاي كيو تاعك ناقص بزاف. انت عندك في هذه البلاد اللي عايش فيها، انا نقول لك يديروا لك راجل ولا مرات ما شاء الله. ماذا مفهمي كيفاش عرفتي دروك؟ انت قلتي كلمه شابه، قلتي له انا نروح للوزين باش نشوف الطياره والاخر نتاع. كيفاش عرفتي وما تقوليش في الكتاب؟ كيفاش عرفتي بلي ربك خلق الدبانه ولا خلق الذبابه ولا كيفاش عرفتي؟ ماذا كيفاش عرفتي؟ ما كاش باسكو حاجه واحده اخرى اللي تقدر تخلقها انت كما يهب خلق لي دبابه. انا نعطيك سؤال وي اسمعي، زوج كانوا مريحين خلق لي بيبي، هيا ما نروحوش للدبانه. دير لي انوفو هكذا قدامي، دير كيما ادم، دير ادم خلقه من طين ونفخ فيه من روحه. يلا دير لي ادم. مدام اسمعي، زوج كانوا مريحين باشا مدام معليش باشا وميهو كانوا مريحين في لابلاج وضرب الرعد. هذاك باشا قاتلو ميهو، قال باشا قال لها شكون اللي عبالك شكون اللي دار هذا الرعد؟ فهمتي لا ميم شوز. قال له على بالك بلي هذا الرعد هذا شكون اللي دارو؟ قال له كاين واحد الاله يسموه خرسوس. الاخر قال له كيفاش قال له لا دقيقه لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. على بها الارض هذه راه غير تروح فيها واخي تزيد تروح فيها. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بل انتم كالانعام بل هم اضل، بل هم كالانعام بل هم اضل. حتى الحيوان حتى الطيور تتوضا. قال لك الحمد لله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. سبحان الله، الرعد ويخاف من ربي سبحانه، وانتم جايين هنايا جناح بعوضه ما تقدروش تخلقوها. ربي سبحانه اعطاكم مثل في القران، قال لك لن تخلقوا الذبابه ولو اجتمعتوا له. سبحان الله، تجتمعوا كل المخلوقات باش تخلقوا لي دبانه ما تقدروش تخلقوها، وتقول لي شكون خلق الحيوانات وشكون خلق الشمس؟ اسكو الشمس اللي راهي تخلق الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب؟ اسكو القمر؟ اسكو واش كاينه حاجه يمشي فوق حساب ربك الاعلى اللي راه قاعد يخلق الفوق؟ معليش تنفسي مدام، كلمي وانتوما روحكم راكم هابل في بيطار هابل. كيفاش رايح؟ باشا وميهوب كانوا مريحين وضرب الرعد. ميهوب سقسى هذاك الاخر تاعو، قال له على بالك شكون اللي خلق الرعد؟ قال له باللي خرسوس هو اللي جا خلق هذا الرعد. هذاك السيد قال له اعطيني دليل.
قالوا علاه انت يا ميهو؟ قال الباشا قالوا علاه، علاه انت على بالك شو اللي يدير الرعد؟ انت قلت له انا ما على باليش. اه باسكو ما على بالكش، خلاص خرسوس هو اللي خلق الرعد. ما دام هذا الشيء جواب، هذا يسموه الايه؟ صح، خرسوس خلق الرعد. معليش فهمي. صح، خلصوص خلق الرعد. معليش فهمي. اوكي خلصوص رق الله. اسمح لي ميهو، خلصوص خلق الرعد. انا غلط، خدينا رب المايك باسكو انت ما تفهميش. فهمي مليح، استعملي، خدمي عقلك شويه، خدميه. السيد هذا قال له ما عنديش دليل، كي قال له ما عنديش، قال له خلاص بيتك ما عندكش دليل. خصوص خلق الرعد، راني معاك، راني معاك. معليش تسمعي، مازال ما فهمتيش، مازال ما فهمتيش. كي جا العلم، من بعد كي جا العلم وشرح لنا وفهمنا الظاهره نتاع الرعد كيفاش يجي الرعد علميا سيونتيفيكمون كلش، هذاك الاله خرسوس هذاك خلاص راح مسكين. باسكو ما يقدرش يستعملوه، انت ما تقدريش تستعمليه. انت هذا الكلام اللي تقولي فيه بيسك انت ما عندكش دليل. شكون اللي خلقنا؟ احنا ما على بالناش شكون اللي خلق الذبابه. احنا عندنا نظريه التطور. ما يقدرش ربي سبحانه يبين لك باسكو علاش ربي ماهوش حاب يبين لك. غادي غادي الخطره الجايه نهبطك. مدام ماشي معناتها كي لوسيفر يقول لك ما على باليش شكون اللي خلق الذبابه، معناتها اوتوماتيكمون بلي ربك خلقها. علاه ماشي تور هو اللي خلقها؟ علاه ماشي الشيفا رب الهندوسي اللي مليار؟ اعطينا دليل بلي الله نتاع الاسلام هو اللي خلق هذيك الذبابه. روحي معنا غير حبه حبه. اعطينا الدليل بلي الله الله الله, الله ما تستعمليش، ما تستعمليش القران، ما تستعمليش القران، وما تستعمليش القران لانه يسموه مغالطه منطقيه. يا اللي قريتي في فرنسا جامي دخلتي المدرسه، ما تستعمليش القران لانه يسموه مغالطه منطقيه، الاستدلال دائري، يسموه ان ارغيمون سيركولير. كيما انا دروك نقول لك الذبابه ما خلقهاش الله، شو اللي خلقها ميهم؟ نقول لك تور. كي تقول لي شكون، شكون اللي قال لك؟ نقول لك هاي مكتوبه في كتاب يسموه الخرخرن، الخرخان. انا شكون اللي قال لك خرخان؟ شكون اللي كتبه تور؟ شكون اللي قال لك موجوده في الخرخان؟ هذه على بها يسموها ناغيمون سيركولير، ما يستعملوش. دوكا ما تقراليش القران، اعطيني دليل باللي الله نتاع الاسلام هو اللي خلق الذبابه وتهضري لي على حاجه اخرى نهبطك بلا ما تقرا لي في القران، لانه هذه يسموها استدلال دائري، يسموها ناغيمون سيركولير. تفضلي اعطينا دليل باللي الله هو اللي خلق الذبابه، وما تقولي شكون اللي خلقها، باسكو هذا يسموه ثاني الاحتكام الى الجهل، ماشي باسكو الناس ما على بالهاش. بزاف ما تخليش الناس تهضر، انت يا بن عمي على بالك عندك الهضره. تفضلي اعطينا شكون اللي خلقني نهضر دليل باللي ربك خلق الذبابه. اخر مره خطره جايه نهضر، خلينا من القران نهضر لك انايا باللوجيك. صح، شوفي بلا دين ربي وما تجاوبنيش على السؤال وتبدلي الهضره ما تزيدي تطلعي عندي من شكون اللي اعطينا دليل باللي ربك خلق. صح اسكت شويه وين نعاود سؤال، اعطينا دليل باللي الله خلق الذبابه، ما ديريش استدلال دائري وما ديريش احتكام الى الجهل. تفضلي الله نتاع الاسلام كيفاش الدليل تاعك باللي هو اللي خلق الذبابه؟ تفضلي بسم الله حلي المخله تاعك وتفضلي. وي باسكو كان كاين بزاف الهه ابار الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، وكان لاختلفوا ولا اختلفوا كيما راهم يختلفوا لي بريزيدون. راك تشوف لي بريزيدون تاع نعاود نعطيك فرصه اخيره دليل، ماشي قلت لك هضري لي على الاله لو كان كاين الهه، سي با ماشي معناتها ما خلقهاش الله لازم يكون خالق. شو الدليل تاعك باللي الله نتاع الاسلام هو اللي خلق الذبابه اخر مره؟ هذه دليل، دليل. احنا عندنا الدليل شكون اللي شكون اللي صنع السياره، عندنا الدليل شكون اللي صنع الطياره، شكون اللي صنع التليفون، شكون اللي صنع هذه، عندنا الدليل. اعطينا الدليل تاعك كيفاش عرفتي بلي الله هو اللي خلق الذبابه؟ دليل عندك دليل وما كاش دليل؟ من هذه اسمها باينه. اشكون عندك دليل؟ دليل وي اتفضلي. باسكو هادو ما كاع لي كاثوليك والمسيحيين والمسلمين اللي راهم في الارض كاع يامنوا بلي كاين اله واحد ويجي ميهم سي ميهم وحده في الارض ويقول للناس بلي ربي ما كاش منه. اجهل شخص ما نهضروش لغه واحده، هذا هو المشكل. استادير هي كي قالت الطياره وكلش فاكيو ميهم، فاكيو فاكيو ميهم فاكيو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذو هما اللي يدافع على الله. هاي هاي وي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام ورحمة. على بالك أخي العزيز الذبابة من خرجت ولا ما على بالكش؟ أنت أخويا لوباباز ولا أنت مسلم سني أخويا؟ أنا مسلم وي. مسلم سني؟ مسلم وي. بون ما نسقم الصوت تاعك خويا. وي مسلم، انا مسلم حبيبي. اسكو مسلم سني؟ ما سقسيتش قلت لك مسلم، اسكو مسلم سني ولا شيعي؟ وي مسلم سني، مسلم سني.
ما هما مصادر التشريع عندك خويا كمسلم سني؟ يا ودي ما تسقسيني، لا انا مسلم سني، مش حطلع لي ما تجاوب نعرفش، ماشي عيب تقول لي ما تجاوبك نعرفش. على الذبابة انا ورابط لا وخلاص. ما تجاوبش على الذبابه، ما تجاوبش. انا عندي لايف، راك ضيف عندي، انا هو اللي مول اللايف، ماناش نهضروا على الذبابه، خلينا من الذبابه باسكو ما غاديش تقدر تجاوب عليها، ما ايوه يسالش على حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سني شحال كانت عنده من مرأة اون جينيرال؟ شوف خلينا نهضر مع خويا حاجه. اول حاجه على بالك الرسول عليه الصلاه والسلام هو اعز حاجه عند الله سبحانه وتعالى. بتجي انت تهضر عليه كي تهضر على الرسول، قول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. شحال كان عنده من مرأة اون جينيرال كان يعطيها العز؟ شحال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ما تهضرش عليه كلام خايب، ما تقولش يعطاه الحس. أنايا نقدر نهضر على أمك نعطاها الحس، أمك أنت نقدر أنا نعطاها الحس، أما الرسول وزواج الرسول ما تقدرش تهضر عليه من كلام هذا، معليش. الرسول فهمت؟ شحال كان عنده من عام كي عطى الطفلة صغيرة عائشة 9 سنين أعطاها الحس؟ شحال كان في عمره؟ آه وأمك أنت قداش كاين، شحال ما عندها عام كي عطى لها بويك الحس؟ كان عندها 19 عام ما كي عطاها باب الحس، كي تزوج بها وتخلع عليها. يضربه له، ضربه له العراوي ولا ضربه له شويه برك. يعني يما محصنة مسلمة تزوج بها امك كي كان عندها مسلمه، 19. امك مسلمه جابت واحد كافر زنديق كيفك انت. معليش، كيما نوح كان مسلم جاب ولده كان كافر، يعني اذا انا وعلاه انت ما جيتش معليش لامك اذا يما مسلمه؟ معليش اذا يما معليش تسمع شويه باش ما نهبطش. اذا يما مسخه تاني نوح مسخ، اذا يما مسخه نعطيك اسماء صحابه مباشرين بالجنه مسخين باسكو ولادهم كفار. اختار قل لي الان شحال كان عنده الرسول كي عطى الحس لعائشه عندها 9 سنين؟ يا ولد الناس اسمح على لي، بالك بلي كان عنده 54 سنه؟ اسمح لي دخاق. عنده 54، عنده 12، عنده 8. الرسول هذاك ما تلحقوش انت، ما حاشا لله. تجيش تهضر عليه. انا تشبه، اسمح لي، تشبه واحد خنز. صافي انت مش تسكت مش شويه، من امة الرسول، تسكت شويه باش ما نهضروش وما نطون، وما خليني نكمل جمله واهدر. راني نخليكم تهضروا، هضر واش حبيت. يهضر. شكرا. انا ما تقدرش تشبهني بخنز كما الرسول 54 سنه يدخل على طفله صغيره 9 سنين. انا جامي في حياتي ندير هذا العمل، ما نديروش. حاشا يا ولدي اسمع، نهضر مع خويا حاجه. اكبر واحد زنديق واكبر واحد خنز هو انت، اكبر واحد وليد القحبه هو انت، على بالك بها؟ كيف نعرفوا لوباس خويا؟ اسكو نعرفوا بالاعمال ولا اسمع انت الساعه، انت وحق الرب العزيز يكون، يعني نتلاقاك فاس فاس نضربه لك اون بلانير. انت مثلي بالزنقه قدام غاشي نغتصبك. هذا رونديلا، هذا رونديلا ميهو، هذا مثلي، هذا اقسم بالله الغالي المقيم نضرب لك الترمه قدام الغاشي. انت واحد من الناس. رونديلا خلاص، لا نيك بالكف لا والو. هذا مثلي، هذا راجل عنده انت. مثلي انا مثلي، انا راجل وعمري منك اعرف ربي، وجاني داخل من هنا داخل. صدق الله العظيم يا سيدي، على واش تقول؟ صدق الله العظيم، يا صدق الله العظيم. يا المسلم على بالي، مسلم يقتدي بالخلق الحسن، مي مع ولاد. راك عطيتنا ليكزومبل على الاقتداء بالخلق الحسن. الهضره تاعك مصبح ما شاء الله، يعني الهضره تاعك كي نسمعوها نقولوا يا خويا ونعم الهضره تاعك ونعم التربيه تاعك، يعني خلاص. من في الاسلام، من في الاسلام راه يسب في ربه، لانه ربه يقول له ايه، يقول له ما تسبش الملحدين، يقول ما تسبش الذين كفروا، يقول ولا تدعوا. اسمع الهضره معاك، ربك يقول لك في الايه القرانيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. انت باريزون كيما دروك سبيت لي يما، انا نقول لك باريزون الرسول الخنزير ولا الخنزير، ربك راه يقول لك في ايه قرانيه، يقول لك انت هو اللي جبت لي المسبه. مي اسكو تعرف انت القران وتعرف السنه وتعرف الحديث وتعرف ما على بالكش يا مسكين، والو والو سي مسكين والو. الله يهديك اخويا، الله يهديك. استغفر الله واتوب اليه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ميوب قول لي، انت عندك غير هذا السيجي هذايا، تهضر غير انت، تهضر على النبي، انت افضل من النبي خنس كيما نتايا. نشوفوا سفيان، نقدروا نديروا مقارنه. ما تقارنش يا ودي، انت انسان جاهل، انت تقارن واش تقارن؟ انت انسان جاهل، هذا ما كان. يعني معليش، كيفاش نعرفوا باللي انا دوك انا عندي ادله باللي الرسول 54 سنه دخل على طفله صغيره عندها؟ يا وانت عندك غير هذا السوجي ملي بدا اللايف ديالك، عندك شحال هذا السوجي صح ولا ماشي صح؟ سفيان
اسكو هذه صح ولا ماشي صح؟ هذا هو اللي تحاسبني به. الى صح نفوتوا للسجل القديم، ما كاش مشكل. معليش ما عندكش الصوت، ما عندكش الصوت، الميكروفون تاعك راه مغلوق، راه جاتك ابيل، جاتك ابيل وقت عاودت لك. مي هوب، حبيت برك ندير اون ريكتيفيكاسيون على البارح، قلت حاجه خاطئه. كي قلت لك باللي سليمان سلام. هو اللي سلام، قلت باللي سليمان هو اللي دار هذيك تاع كيما تاع الرسول، ستادير شاف مراه تاع راجل واحد اخر هي واسمها باتشيبا اون فات. هو داوود ماشي سليمان، داوود هي يمات سليمان اون فات. دونك داوود هو اللي شاف مراه تاع طلع على السطح تاع الشاتو تاعو، شاف مراه راهي تتحمم عجباتو، واش دار؟ حكم الراجل تاعها، بعثو في الصف الاول للحرب ومات وتزوجها، ومن بعد منها عنده سليمان، مات الاول الوليد الاول. دونك غلط، دونك غلط كي قلت بلي هو سليمان، هو داوود، هو داوود ماشي سليمان. برافو يا صح، ميرسي. وي مدام حنان، اهلا اخويا، لاباس؟ لاباس الحمد لله. معليش نطرح عليك سؤال. بيان سير، الا قدرت نجاوب اختي اهلا. معليش، على اي اساس راك تكفر بالدين هذا؟ على اي اساس؟ ما فهمتش كيفاش نكفر. شنو هي الحاجه اللي خلاتك تكفر بالدين تاعنا؟ شو يعني؟ انا هيومانيست، انا مثلا معليش سمعي خصاصيني، نقدر نجاوب ولا؟ هي تفضل. شكرا، يزيد فضلك. مثلا انا مع حقوق المراه، يعني حقوق في المساواه بين المراه والرجل، مثلا نعم. حقوق الاطفال، اسكو تي دابور افيك ما؟ هاني معاك. اسكو انت مع المساواه في الحقوق بين الرجل والمراه؟ انا مع المساواه معاك. انت مسلمه؟ مسلمه سنيه. فوالا. وانت كون راجل، اسكو انا مثلا ضد انه راجل يستعمل العنف ويضرب امراه مهما كان المبرر، اسكو تي دابور؟ ماني معاك. هذه تقول باللي راه مذكوره في القران. نو ما قلتلكش مذكوره، مادام لا تروحوا تهربوا قبل، خلينا ناخذوا نقطه بنقطه. معليش تفضل اسمح. انا وانتي مادام انا متفاهمين باللي راجل يضرب المراه مهما كان المبرر، هذا الشيء خطا. خطا. برافو. الله عز وجل، دوكا نعطيك سؤال وجاوبيني عليه وخذي راحتك وهضري 20 دقيقه ان شاء الله. نتمنى انك تجاوبيني. انا وحنان عندنا نفس الفكره، ان احنا ضد راجل يمد يديه على امرأة مهما كان المبرر. الله تعالى في القرآن يقول: وإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في مضاجعي واضربوهن، صدق الله العظيم. هذه بتفسير كل علماء الأمة. في الأخير بيانسير أبري ليتاب عنده الحق في الأخير إنه يضربها يهينها باش يأدبها. مادام هنايا أنا وأنتي كنا متفاهمين باللي الضرب مهما كانت الجستيفيكيشن ممنوع للبشر. معليش نقدر نكمل جملة؟ تفضل. مادام كي تقاطعيني في النص هكا ومن بعد نعاود لك، باسكو دوكا راني متاكد كي نكمل لك ما فهمتي والو واش كنت نقول لك قبيله. لا والله فهمت. بون، مادام تقاطعيني نعاود من جديد. انا وانتي تفهمنا باللي الراجل اللي يمد يده على المراه مهما كان المبرر جيستيفيكاسيون، هذا انسان رخيص، واللي يعطيه الامر انه يضرب المراه انسان رخيص. الان انا وانتي رانا هنا، والجهه الاخرى عندنا الله. الله يقول الراجل عنده الحق يضرب المراه في الاخير. هادو هنا وهذا ما يقدروش يكونوا كيف عندهم الحق، لانه هنا مبدا عدم التناقض. هذا مش كل اللي عنده الحق، انا وانت ولا الله؟ انا وانت. العقل البشري اللي يتقبل يعني، ما يتقبلش يعني الفكره. يعني حنايا انا وانت عندنا عقل احسن من تاع الله. شكون قال لك تلك الهضره هذيك جايه من عند الاله؟ كنت قادر تقول باللي القران مزور وما تقولش باللي الاله ما كانش. خلاص ما فهمتش انت ما تامنيش باللي القران جاي من عند الله؟ كاينين ايات انا ما نامنش بهم، حاجه كي تعود خارج مدام ما غاديش نحترمك. كيفاش طلع عندي تقول لي انا من اهل السنه والجماعه مسلم وتقول لي كاين القران جاي ماشي جاي من عند الله؟ مهبيل تطلع تقول لي انا مسلمه وكاين مسلم يقول لي القران ماشي جاي من عند الله؟ انت كافره كيفك. روحي غدوة نديرو اتاي مدام، نهار السبت نحل بكري قهوة السبت، طلعي معايا مدام نقصرو بلي كاين آيات ماشي جاية من عند الله. انتي كافرة كيفي على كي طلعت. وي سي لطيف، السلام عليكم. حبيت نسقسيك برك. حسين شوف خويا، سمعتك يهضر على النبي داود عليه السلام، فما فهمتش الحكاية برك واشنو يقصد بها.
انه تزوج بمراه مرته واحد هكذا فهمت انا والله اعلم. ما فهمتش معليش سيفر نو سي با ما يفهمني برك هذا ما كيفهمني برك هذا واش حبيت تفهم واش حبيت تفهم نو ما فهمتش انا يا الرسول تزوج ب 11 مراه تزوج ب 11 مراه منهم طفله صغيره عندها 9 سنين و 54 سنه وكان عنده اربعه تاع لعابي تاع الجنس يعني هذه يمارس معاهم غير الجنس واش رايك في هذا؟ ما عاود واش قلت نبي من انبياء تاع الله يدير هذه الخدمه محمد الرسول والله قول صلى الله عليه وسلم بصح قول صلى الله لا صلى الله لا صلى عليه وسلم الله منهم طفله صغيره عندها 9 سنين و54 سنه وكان عنده ربعه تاع العابي تاع الجنس يمارس معهم غير الجنس كيف هي شوف انت يا علمك باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر عليه وربي في القرآن إنك على خلق عظيم وانت تقول عليه هذه الهضرة هذه أنا يعني عيب عليك على بالك واش راك دير انت راه عيب عليك لطيفة إيه قول لي كيفاش تعرف؟ عندك الصح كيفاش نعرفوا باللي أنا راني نكذب ولا عندي الحق كيفاش نديروا؟ أسكو نقدروا نديروا منهجية باش نعرفوا؟ هي تكون فاهمك شوف ما فهمتنيش ما غادي نعاود المشكلة كي نهضر معك من الواحد ما تركزوش معاه انا انت قلت لي ميهم كيفاش تقول هكذا كاين حلين يا اما انا راني نكذب ويا اما انت راك غلط كيفاش نعرف نو انت تكذب انت تكذب انت انسان كذاب معليش معليش كاين انت انسان كذاب وانا على حق هذا واش حبيت معليش كيفاش معليش اسكو انا كذاب وانت على حق باسكو انت قلتها ولا كاين منهجيه اللي نقدروا نفيريفو اي باسكو كاين قران كاين قران وكاين انبياء حبطوا لهاد الارض هذه والسنه ما كاينش السنه اي هذيك السنه سنه تاع افعال تاع النبي عليه الصلاه والسلام نعم الافعال تاع النبي معليش كنجيب لك انا كنجيب لك انا 21 حديث دروك صحيح على درجه صحه هادو تاخذ بهم ولا ما تاخذش بهم ناخذ بهم اذا كان حديث صحيح اذا كان من واحد كذاب كيما انت ما نقدرش ناخذ عليه باسكو انت انسان كذاب معليش يا لطيف اسكو تقدر تتربى وتجي تسمع وتسمعني مليح قلت لك اذا جبت لك 21 حديث في اعلى درجات الصحه يعني في البخاري نعطيك المصدر نعطيك المحدث نعطيك رقم الحديث اللي يقول لك بار اكزومبل الرجل كانت عنده ماريا القبطيه كانت امه كان يمارس معها الجنس ولدت له ولده ابراهيم وما تزوجش بها ومات وخلاها عبده وجاء ابو بكر في الخلافه نتاعو وكانت عبده حتى في وقت عمر بن الخطاب تم عتقها بار اكزومبل نجيب لك حديث ماريا هذه مرت اللي زوجت النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء يمارس معها الجنس هذا نبي هذا ما تم تارك تكذب على بالك بلي راك تكذب ولا ما بالكش انت انسان راك عندك حاجة تقولها بس ما نكذبش عليك كاين النيفو هذا راه يتكركب هو انا النيفو فور عليك انا واش بيك سي با لانك ليطاليانو بار كاراميكو ها ليستا فاشيندو الكريتينو اي كابيشو سي اون بوجاردو كويست اون بوجيا نيفو عالي راه يهضر لغه اجنبيه نيفو عالي خلاص ابرهن لك لا لطيف تابشندو لطيف تابشندو بير تيك توك لا انت راك دير بير تيك توك باش يدخلوا لك الدراهم بالنبي عليه الصلاه والسلام بعائشه ام المؤمنين اعتذر منك اعتذر منك لطيف لطيف كلامك كبير اه ما انا غير حبطني حبطني انا ما دابك تحبطني والله اسمح لي غير هذه خويا لا حبطني حبطني كبير انت باين بلي انسان تعرف ما شاء الله طالين قل لي ما هو شكل الارض الارض مسطحه ولا كرويه الارض كرويه تسبح في الفضاء كيفاش تسبح قال قلت كره ارضيه تسبح في الفضاء ومكه المكرمه هي وسط كره الارضيه مكه المكرمه هي وسط كره الارضيه هادو علماء يعني يقولوا يعني كره ارضيه كما البيتزا ولا كما البيتزا لا كره الارضيه مدوره تدور على حول نفسها ودير 365 يوم ودير الليل والنهار 24 ساعه والدور وتوقف في فيفري 28 29 انا باش نقول هاك وهادو كامل يدوروا مجموعه شمسيه كره ارضيه ما فهمتش هذه مكه في الوسط ما فهمتش الصفه مكه جايه على حساب التعليمات والعلماء تاع الارض وانصر مكه المكرمه موجوده في وسط الكره الارضيه يعني لو بوان تما فهمتوا كيفاش اسمح لي باش نفهم لا ديستونس كاع الارض
معليش هذه الارض، هذه الارض بايزم، هذه انا نصبر معك كيما تحب، انا نخدم معك وين تحب. هيا اسمع، غادي نجيب حبه بيضاء، غادي نجيب حبه. اني اسمح لي يا كلام كبير، فهمني لوسيفر، بس هذه الارض كيما هكا ياك. اها ومكه وين داخله؟ في الوسط كاع الداخل ولا مكه داخل في الوسط؟ حوس انت الوسط، الوسط الكره الارضيه. وراها الوسط هنا في هذه، وراها وراك قاعد بين، يعني يقول لك وسط الكره الارضيه. نتايا هما كيفاش يديروا؟ نتايا العالم يديروا الوسط، لا ديسطونس ما بين هذه وما بين هذه، كاع لي ديسطونس جايه في مكه جايه في الوسط. معليش معليش لطيف، فهمني لطيف، شوف انا احترمتك، انت انسان ظاهر باللي عندك عالم. الوسط بين، مانيش عالم خويا، انا مانيش عالم، انا نتعلم، انايا انا نتعلم نقرا. معليش اسمعني، معليش كي يقيسوا الوسط، يقيسوا منا لهنا ولا منا لهنا؟ ما فهمتش، الوسط هنا ولا هنا ولا وين؟ هذاك سقسيهم العلماء هذوك، ماشي نتايا، ماشي انا اللي تسقسيني. انا ما قراتش الكره الارضيه بهذيك الحبه بيضاء، كاين علماء هما اللي يديروا البحوث. المهم البحوث تاع انزا وتاع العلماء قالوا بلي القبله تاع، باسكو هما واش قالوا؟ قالوا القبله تاع المسلمين هي مكه، شافوا بلي مكه هي وسط الكره الارضيه. هذا ما كنتش حبيت نقول لك انا. شوف لطيف، اذا راك تحوس على محور دوران تاع الارض، ما راهيش مكه. عندنا المحور، يعني دير خط من القطب الشمالي الى الجنوبي، راه الدور على المحور هذا. اذا راك تهضر على القارات، تهضر على الارض اليابسه، وشن هو المركز تاع اليابسه؟ مركز تاع اليابسه اذا حبينا نحسبوا لي ديستانس بيناتهم وكلش، هي مدينه في تركيا واسمها كيرسهير ولا حاجه كيما هذه، راهي موجوده في تركيا، ما راهيش في مكه. اوكي دونك راهم يخرطوا عليك. اسمع بينا نهضروا هكذا، هذيك الهضره نهضروا نورمال. با انت قطعت النورمال، صح صح. مالا هادو اللي يديروا لك، ما الناس اللي يديروا الاكتشافات تاع الجغرافيا وكذاك منها، ماشي انا يا ولا المسلمين ولا اكتشفوها هما. انا هضرت مع لي زيطاني، قال لك بلي مكه هي وسط الكره الارضيه، لي زيطانيان قالوها هذه، لي زيطانيان لي فرونسي. ما على باليش انت يا بك، ما حبش تدخل لك في راسك، فهمني علاش ما حبش تدخل لك في راسك يا بنادم. راني نجاوبك، روح حوس على روح. انت قول لي في كلام هذا جامي سمعت به انايا. يا روح كمل، معليش كمل 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 كمل. اذا راك تهضر على محور الدوران تاع الارض، محور الدوران تاعها قلت لك كاين زوج انواع من الاقطاب، كاين اقطاب شماليه وجنوبيه جغرافيه، وكاين اقطاب شماليه وجنوبيه مغناطيسيه. اوكي المغناطيسي يتحرك، اوكي هذاك اللي يحرك لابوسول راه يتحرك، ما يبقاش في بلاصه. وهذاك الجغرافي كي تشري كره ارضيه بتاع بلاستيك، عندك المحور هذاك اللي يروح من الفوق للتحت باش تدور عليه، هذاك ما راهوش في مكه. اذا هذاك اللي تهضر، اما اذا راك تهضر هما يهضروا على نواه الارض، نواه الارض هما يديروا داخل يا بنادم، نواه الارض راهي داخل، اما نواه الارض هما يديروا بين مكه ونواه الارض. لطيف لطيف لوسيفر، هذه سمعتها عنده الحق هذا لطيف، قال لك الحمام ما يدورش كاع فوق مكه. ايه صح كاين صح، يخرب برك، غير يخرب برك على الكعبه، على الحمام يخرب. ايه بس كنتم ما شوف، ايه روح انت لمكه وتشوف بلي الحمام صح ما يطلعش، وعلى ما تروحش لمكه وتشوف اللي جا الاخر هذاك تاع الحمام. على روح لمكه، روح لمكه انت، روح لمكه كاش نهار فيا والله. انا نحط لك سماله وعلاه وي، انا رحت لمكه والله العظيم الاخرات عليا مكه وانا داخل في الكعبه، خرات عليا قلت لك وين عندك يا باسكو انت انسان كذاب، باسكو انت انسان كذاب، انت اعترفت روحك بلي كذاب. عجبك سماك عجبك لوسيفر، عجبك بلي امنوها بزاف الناس المسلمين. لا لا انا نقول لك حاجه، احنا على القران اسكت شويه، انا اسمع معليش اسكت شويه. عجبك مهني تاع الطيور ما تدورش على مكه وكلش، كاين بزاف مسلمين كيروحوا تماك تشوكاو لخاطر. المشكله كاين في اليوتيوب، لو كنت تدخل دروك دير لايف هنا في التيك توك، هو كاين مراد بوعكاز كان يدير اللايفات، كان يدور في مكه والحمام يدور فوق راسه نورمال. من المسلمين على بالك حنا من كبرنا كان يقول كيما هكا، والطياره ثاني ما يدوروش وهذا الكلام.
يا ودي الاخره تاع الحمام كاين على ستار الكعبه، يعني كاين تصاور بزاف، يعني تقدر تشوفهم باللي الحمام لي ديجيكسيون تاع الحمام كاينين على ستار الكعبه، يعني ابسوليمون. مازالكم تمنوا بالسحر، مازال تمنوا. معليش هذا مسكين والو، هذا راه حسب العلم هو كيتقرا كيتعلم طلياني. امينه وين راهي؟ يا ربك ما تبدعك ولا لا امي دي فيو شوي على عائشه ولا على النصوص. الزول الزول وي خويا. السلام عليكم صاحبي. وعليكم السلام. يلو رانا نسمعوا فيك. يلو ما عندكش الصوت ابارامون، ما كاش ما عندوش صوت، ما يسمع فاهم، ما يسمعناش، ما راش يسمع. يلو الو يا الزول فلك. انا بصبعي يكتب ميهم الخبيث هذا، اي ما بغاش يحشمك على روحه. كنا نحي لك السيرو ونخليك تبكي. الحمام يا رباك. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. ميهو بيسقسيك انت يا ميراك، تهدر على الرسول وتقول لهم 10 9 سنين وكاع، على ما تقولهمش باللي انت يا باك عطاني اختك مي كان في عمرها 9 سنين، خرجتها انا يا اختك. باسكو في غليزان عندكم الحمان بزاف، مي عندكم الحمان بزاف يطيبوا. هضر على اختك وهضر على امك القحبه صاي، خلي الدين تاع ربي ترونكيل. انت يا قخاطي، انت يا راك مخلص من عند الماسونيه باش تنشر الحياه تاعك. ايوا بلع في امك وروح نيك امك جيسكا لاموغ. خلاص فحمك افحم انا، خلاص واش نقولوا. با اخلاق الاسلام، اخلاق الله والرسول، صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوه. وي كورتي وي خويا ولا اختي ولا افتح المايك ولا فتحي المايك ولا أكيد. وي الو الو. سلام سلام. انا مش باش نقول لك باش تقنع، انا اذا كان انت تو تقنعني عندك 5 دقائق، اذا تقنعني انا نولي ملحدة. اقنعني انه ما فيش الله وكيفاش احنا تخلقنا الى حد. انا مانيش ملحد ولا اقنع الناس باش يولوا ملحدين. انا غادي نشوف انت مسلمة اختي، مش مهم، اقنعني انت. اذا مش مهم ما هبطي تحت وعاودي ولي عاودي رجعي غدوة ان شاء الله. الى راك حشمانة بالنصوص تاعك، حشمانة بالدين تاعك، سي با مون بروبليم مدام، برافو عليك. الى راكي حشمانه تطلعي تقول تحشمي باش تقولي انا مسلمه وتفتخري به، سي با مون بروبليم مدام. بس ما نكذبش عليك، انا كي كنت مسلم على الاقل ما كنتش نحشم، كنت نقول لهم نعم انا مسلم سني على الاقل، اللهم يطلعوا هنا ما يحشموش. تركي حشمانه بدينك، ملحد الحاد وثبت لي ودين لي. ولا ما ثبت لكش مدام، هل هذا اوتوماتيكيا يعني انه الله نتاعك خلاص؟ هذاك اللي قال لنا زواج الاطفال وضرب المراه هو صح؟ تضحك. مش حشمه، انا مازال مش عارفه عن البصيره الذاتيه صفر يا دين ربي، المراه كاع ما عندهاش. كي حشمه بدينك انت، راه ربك عندك، ربه يقول لك عندك نصوص صحيحه صالحه لكل مكان وزمان. بونسوار. السلام عليكم. بغيت حبيت نسقسيك سؤال بسيط، اعطيني البينيفيتس ديال الرسول من اركان الاسلام، مثلا رمضان شنو هو البينيفيت ديالو باش يقول الناس صوموا شهر؟
بينيفيت واحد عطيه ولا الزكاه ولا باش واخا الحج تقدر تقول لي راه باش نعطيو لهم الفلوس في السعوديه وكذا، ولكن رمضان ولا يقطع الالكول مثلا، شنو هو البينيفيت نتاع الرجل باش عادي 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 نعم باش يسيطر على الناس. انا نعطيك البينيفيت باش ينكح طفله صغيره، باش يسيطر عليهم، باش يقدر يدي طفله صغيره، باش يخلم عقلهم ويقول لهم كاين اله ونعبدوا وندير هذيك. اسكو دار هذا الشيء ولا ما داروش باش يكون 54 سنه ويدخل على طفله صغيره؟ اسكو صح منها ولا ما كاش؟ اوكي متفق معك. يلا خليني نجاوب. اول حاجه ما جاوبتنيش على السؤال ديالي، يعني قلت لك شنو هو البينيفيت. قلت لك دار هذا الشيء البينيفيت انه باش يدخل على طفله صغيره 54 سنه. اسكو تيتضر وشنا هو البينيفيت باش رمضان باش يدخل على طفله صغيره؟ علاش دار لهم رمضان باش يسيطر؟ لانه انا قلت لك ناعم باش يسيطر على عقلهم بانه كاين اله، جاب لهم الاساطير الاولين بانه هناك اله وكلش يسمعوه هو الرسول تاعو وكلش باش يعطوه طفله صغيره باش ابو بكر يدوي الاخره تاعو كلش. اسكو صح منها الرسول 54 سنه دخل على طفله صغيره عندها 9 سنين؟ نجاوب خويا العزيز، واخا انت ما جاوبتنيش انا نجاوبك على السؤال ماشي مشكل. انتم ديما الملحدين 99% عندكم اول حاجه كتبداو بها الرسول. تقدر تجاوبني وما تهضرليش على الملحد باسكو انا مانيش ملحد. اوكي اوكي لا دينيين ولا اللي كينتقدوا الاسلام. هو خويا خصك تعرف بان عائشه عليها السلام اول حاجه كانت مخطوبه جوج ديال المرات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. سافو دير هذه راه كانت واحد القاعده اللي هي نورمال تري نورمال عندهم في قريش في ذاك القيس، يعني ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكسترا بحلو. ثاني حاجه نزيدك حبيبي، اعطيني شي صحابي موراها تزوج بشي وحده عندها 7 سنين ولا بان القران كيقول لي انا كمسلم. نعم ابن مضغون عبد الله بن عمر دوك نجيب لك عمر بن الخطاب بكشتم. نعم ولكن انا كمسلم واش كيفرض عليا الاسلام انني نديرها؟ معليش معليش تحبس نقطه بنقطه. قلت اعطيني صحابي مازال ما كملتش، باسكو انا عندي لا ليست في اسلام واب الصحابه والسلف الصالح منهم مباشرين بالجنه تزوجوا باطفال صغار، بنت يوم، بنت 6 سنين، 5 سنين، نعرفوا بعمر بن الخطاب كلتم، بنت عمر بن الخطاب في 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 السعدي يعني في السنن الكبرى، يعني كاين مذكوره كذلك في السنن الكبرى، يعني يتكلم على ام كلثوم تزوجها لخطاب. سقسيت سؤال اعطيتك نعم هذا الشيء كان عادي وكان هذا الشيء. اليوم في 2024 واحد 50 سنه يتزوج بعد سنين يدخل عليها 9 سنين، اسكو هذا مباح ولا حرام في الاسلام؟ جواب كونكريت، جواب كونكريت. انا متاكد بان بعدا خلي غير كمل الله يخليك، انا متاكد بان 100% في المغرب وفي الجزائر كاين زواج. معليش انا ما شوف ما غادي نهضر لك، شوف نو نو ما تهضرش ما بون نغلق لك المايك باسكو دائما نهضر معاكم تهضر لي على المغرب الجزائر. ما هضرت لك على المغرب، ما هضرت لك على الجزائر، ما هضرت لك على اندونيسيا، ما هضرت لك على المريخ، هضرت لك على ربك. اسكو ربك يحلل باسكو انت قلت لي بكري وكانوا بكري وكانوا هذه، رغم كلامك ما فيه حتى معنى. سامح ليش اسيدي نروح معاك، انا نكون معاك شنطي. اسمع مليح وركز معايا، انت استدليت ببكري وشوفوا كيفاش غادي يدير دروكا. صافي ديرهم الصباح هو يهضر بكري بلي اليوم هادشي هذا ما كاش ماشي صالح ماشي حرام. راح نشوفوا اسكو اليوم واحد 50 سنه يتزوج بعد سنه يدخل عليها 9 سنين، اسكو حلال ولا حرام في الاسلام؟ حلال وسا اكزيست او ماروك سا اكزيست اون الجيري دابا في 2024 كناكد لك 100% زواج القاصرات للاسف كنقولها للاسف. ماشي قاصرات هذا ماشي قاصرات، تزوج الاطفال كاين فرق بين الاطفال والقاصرات. هادشي غير هنا انا ربما في 2005 2006 راه كان في المغرب كان في جبال ديال معليش ما يهمنيش وهذه حاجه مليحه ولا شي مليحه اخويا سا ديبو على لا فام بعدا ديجا راه ما تقدرش تحكم على كاع. معليش 6 سنين ويدخل عليها 8 سنين اسمع حاجه مليحه يا صاحبي ولي سمو باغلي ما تكونش ما تكونش باسكو راك تهرب. اسكو 8 سنين ست... انا عدت شوف انا كنت معليش انا كنت بريسي معك 6 سنين و 50 سنه ويدخل عليها 8 سنين في الاسلام، اسكو هذه حاجه مليحه ولا ماشي مليحه؟ هذه ربما ما يمكنش واحد الانسان عادي الرسول تقارنه بواحد الانسان عادي، هذه شطر من الجواب، شطر الثاني من الجواب راه لي فام كاين فاش يعني كلام ربك اسمح لي يعني الايه اللي تقول لك ولا الى ما يحضن ما هي الصالحه اليوم ولا الى ما يحضن هي كاينه راه عندها 40 عام وما كتحيدش. باش عرفتها انت هذه من هذه قايه خاص بها الصغيره ولا الكبيره؟ تفضل اعطيني من اهل السنه والجماعه اللي قال عندها 40 عام ما تحيدش. كل نعطيك انا الطبري ابن كثير البغوي القرطبي السعدي نعطيك الاجماع عند المذاهب الاربعه، نعطيك النووي ابن حجر العسكري البغ يعني ابن تيميه ابن القيم كلهم ما يروح تجيب هذا الخرطي تاعك. طب خلينا من هادشي كامل واش كاع امراه ما سمع حاضر لا الى ما يحضن بون هذا راه غير باراطينيا يهضروا على الامتحان يبقى يقول لك هكذا 40 سنه عندها 50 سنه 60 سنه ويبقاو يديروا منه يديروا منه يديروا منه وما يحشمش ويدافع ويقول لك وحده كبيره 8 سنين 9 سنين ويبغي يطلع يبغي. حسين كاميهو حبيت نسقسيك برك، واش هي الفائده تاع الرسول كي يقول القران بار اكزومبل لازم الخمس من الغنائم يديها الرسول خمس لله ورسوله؟
ها يا سيدي، واش هي الفايده تاع الرسول كيقول لك وان امراه هذيك تاع وهبت نفسها للرسول للنبي خالصه له دون المؤمنين، واش هي الفايده تاعو يا سيدي؟ فهمت؟ واش هي الفايده تاعو يعني في الحوايج هذو؟ يعني انتم تروحوا تجيبونا الحوايج اللي تحبوا تخرجوهم، ديروا تشيري بيكينغ، ديروا الانتقاء الكرز، وتقولوا لنا ها الرسول هذا امين امين، يعني كونا متمسخين. وي وي، السلام عليكم. وعليكم السلام رضوان خويا. انا يمكن لي ندوز غير ميساج للاخوان المسلمين، فهمتي، السنيين. تسمعني؟ بدير وصايه؟ لا لا، غير ميساج ميساج. شكون انت حتى دير ميساج خويا؟ غير باش يتفاداو الانفعال. شكون انت؟ شكون انت باش دير ميساج؟ باش تاخذ بالفخ ديالك. معليش معليش، شكون انت باش دير باش توصل لهم رساله؟ مسلم ومعتز. يعني هل أنت مسلم جاهل أم مسلم على علم دين؟ على حسب أين قياس؟ واش أنت اللي تقيس اللي تقيس دير القياس ولا القياس ديالي أنا؟ معليش، قياس عادي جدا، مثلا تعرف مصادر التشريع، مثلا كيما الزواج الصغيرة، أسكو أنت معاه اليوم واحد 50 سنة يتزوج بواحد سنين يدخل عليها 9 سنين؟ لا، واش القياس؟ القياس واش ديالك أنت؟ معليش نعاود السؤال تاعي، باغ إكزومبل هذا السؤال، أسكو أنت اللي راك راح تمد نصائح قبل ما نعطيك الفرصه تمد نصائح، اسكو انت رضوان مع كلام الله اللي يقول واحد 50 سنه يقدر يتزوج بعدها 5 سنين يدخل عليها 8 سنين، اسكو انت مع هذا الكلام؟ انا مع كلام الله. وبغيت تمد نصائح وماكش حشمان وعندك وجهك صحيح وكلش، وانت 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 يعني ماكش حشمان يعني، وطالع تمد نصائح للناس وكلش وجهك صحيح. بوتان وجهه صحيح طالع نورمال، انا مع كلام الله. شفت السلطه الدينيه كيفاش دير؟ ان شاء الله يحكمك في المغرب، ولا كاش واحد مغربي يسجل هادي وراك لقيت صورتك راك داير هذيك، يلقى غير الصوت نتاعك وتشوف. سيرانك خويا والله العظيم، لا سيرانك خويا يا ربك، راجل داير قد السخط. انا قلت هذا البوغوس هذا داير نواظر هكذا، غادي يقول لهم كذا، ما تدافعوش على الاجرام، ما تدافعوش على نتاعك، وفا طلع باش يدافع على الاجرام. نتمنى انه واحد يلقى صورتك ويديها تسجيل هذا ويحطو تشوف كيفاش يديروا لك في المغرب ولا في البلاد اللي عايش فيها. ولا تقربش مؤسسات فيها اطفال ولا مسخ خويا، هذا دائما يطلع معايا بصح ما عندوش انت، ما عندوش انت انا جو سي با. فاتحه وين فاتحة؟ je voulais juste te dire que tu as fait des progrès en français. الحمد لله، merci beaucoup madame. Et vous aussi en arabe, est-ce que vous avez fait des... Attendez. Je crois qu'ils t'ont vraiment lobotomisé ton cerveau. Ah bon? Ouais. Comment madame Fatiha? Non, vraiment, ton cerveau il est vraiment mâché. Mashallah, alhamdulillah. Tu mâches, tu mâches. Aïcha, Aïcha, Aïcha. C'est ça le savoir-faire des savants sionistes. C'est ça le savoir-faire. T'as honte, madame, de parler de Mouna Aïcha, radiallahu anha? Non, mais tu es un canular. Non, mais madame Fatiha, est-ce que t'as honte de parler de le bébé, là, Aïcha, qu'on a accouché avec le prophète 54 ans? Pourquoi t'as honte? Je te dis, je te l'ai bien dit que ton cerveau, il est vraiment mâché. Oui, madame, mais pourquoi t'as honte? On a vraiment le prophète, le sacré lobotomisé ton cerveau. Madame Fatiha, on ne peut pas parler tous les deux ensemble. Il faut être d'accord sur ça. Madame, pourquoi t'as honte que le sacré prophète, 54 ans, ait accouché avec un bébé de 9 ans? Pourquoi t'as honte? Ah, j'ai pas honte, moi. Ah, mais tu c'est es fière? Tu es fière qu'une petite Je fille... Je suis fière et très fière d'être mise, alhamdoulilah, à la ni'ma de l'islam. Tu es fier qu'un prophète a vendu une petite fille de 9 ans. À la ni'mat de l'islam. Tu es fier que Mohamed a violé une petite fille de 9 ans. Non, c'est faux. C'est faux. Parce Bravo, que, madame, si tu Bravo. Sais bien, les femmes, elles ne sont pas tous pareilles. Il y a des femmes à 20 ans, elles n'est pas réglées. Elles n'est pas réglées. Est-ce que tu le sais? Aïcha a été réglée? Non, non, parce qu'elle n'était pas réglée, c'était à 17 ans,
À 17 ans, il l'a épousée à 17 ans. Ah bon? Bah, oui, c'est à 17 ans, oui. Où t'as Abu, trouvé ça? Abu Ghuraira, Abu Ghuraira, c'est lui qui l'a dit. Vas-y, donne-moi, madame. Où je trouve ça? Bon, attends, attends. Moi, je veux juste te dire, je ne vais pas rentrer avec toi dans les non, détails. Non, madame, madame, toi, Abu Ghuraira, toi qui Abu es elle. Ghuraira, Abu Ghuraira, Abu Ghuraira. Madame, parce que moi, j'ai Abu Ghuraira devant moi. J'ai 17 hadiths. Qui est Abu Huraira et Aïcha même 21 hadith. Ou Aïcha elle dit qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a posé et n'avant qu'elle a consommé. Tu es un canular. Tu es un canular. Tu es madame, un tu canular et c'est ça. Madame, arrête. Si, tu es un madame, chrétien. Tu es un chrétien sioniste, évangéliste. Ça ne sert à rien. Tu te nouilles madame, jamais est-ce que à l'islam. Tu peux nous donner Abu Huraira. Hadith de Abu Huraira. Ah ben je ne l'ai pas là, mais j'ai entendu dire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit Abu Huraira? Je vais chercher, je vais ouvrir le caméra, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, 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 attends. Attends. Déjà, quand tu dis que le mari est drôle par rajal. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit, c'est Allah. Ouais. Mais attends, dis-moi la différence entre sourate la lumière, sourate an-Nur. أجلد هن وفي سورة النساء ويقول يقول أضربهن هي دي مو لا ديفيرونس انت أجلد هن وأضربهن مسكين هادي عمارتها سهلة بالك سمعت هادي سمعت الكيلاني هذا كنكحل عقلها كاع ما يجي عارف كاع واش راه يقول باسكو هو اللي يقول هادي تعجلد هن راه في ستيلو ويقول لهم هاكا مسكينة جاية روح نتاع وقتل أبو هريرة مدام أمك ما قلتليش أبو هريرة كان غير كملتي قلتي الكلام تاع الكيلاني باسكو جو سي هذا الفيديو متبدع كذا الانسان اللي ما عندوش عقل عشاها لك نتاع الجلد نتاع الاخرى نتاعو رجع لهم الكيلاني باللي الجلد هو الضرب بصح الضرب هو البوس يا رب كيفاش رجعوهم الناس بصح انا مغاربه على بالك السيف مغاربه سي هاد دابري مون اكسبيريونس بيرسونال هاد كيفاش يقولوا الحمله تاع تاع القرانيين وكلش راه كومونسي افون اسمع لي ولد القحبه الملاحد ليك امك ولد القحبه كنت جي قدامي شاب عكاف حتى تامن باللي الله كاين النقش ولد القحبه هذاك تاع اختك هذا جبتوه كانت طلعت معايا البارح امك ها خانس اختك طلعت معايا البارح بهذا الكونت وكانت جونتي مش كيما انت يا رب مساكينه محاسبين بالله صحيح. وي السلام عليكم. صافا خويا. تقدر تنقص الصوت اللي معاه. وي دقيقة برك اطون. الو. سلام. واش يا خويا ما زدت الحكايه نتاعك من 2000 من 2020 وانت في عقاب عائشه والرسول ما غربتش ما تعبتش لا لا ما تعبتش وماكش راح تتعب وانت مازالك تقدس راجل يعني 54 سنه دخل على غريه صغيره كيف نقدس راجل 40 سنه مازالك تقدس محمد هذاك تاع الصحراء 54 سنه دخل على بيبي القران انا نقدس القران كيفاش نقدس كتاب ربي انا نقدس كتاب ربي انا واش فيه القران تقدسه واش فيه فيه كلش فيه اللي خلاك تخرج انت من الاسلام واش فيه انت تعمقت فيه وما فهمتش واش فيه ما فهمتش واش فيه تبت يدا ابو لهب شكون هذا ابو لهب ابو لهب واحد كيما انت شكون ابو لهب واحد كيما انت ابو لهب كيفاش كيما انا ما فهمت واحد كيما انت سموه ابو لهب وكيفاش هذه وهذه لقاها في القران ولا في السنه ولا وين غدوه دوك تشوفه غدوه دوك تلقاه غدوه غدوه يوم نتحاسبوا ويوم الحساب يا يما ما انا كون انا ما كون جيت كون كاين في التيك توك كاين زوج رومات وين روم وين روم خويا صافا مهم خويا صافا 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 امك صافا اختك كي راهي زك تاع اختك راهي مليح ولد القحبة ولدت اختك ولدت ولا ما ولدتش كاع يا ولد القحبة نيك السوا تاع امك
يا قرا يجي نهار انت سوات عمك طرطقها يا ولد القحبه دين امك راس الخبزه قرا كي تموت كي تموت تحاسبو كيما قال لك نيك تا مير تو ليسيفير نيك امك ليسيفير العظيم صدق الله العظيم نيك امك ليسيفير نيك امك ليسيفير نيك امك سوات عمك نيك امك ليسيفير العظيم صدق الله العظيم نيك امك ليسيفير نيكو موك ليسيفير نيكو موك سوات عمك سوات عمكم سوات عمكم سوات عيماكم 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 سوات قعباتكم خوالكم قعبة مومكم قعبة جداكم قعبة يا ولد قحاب يا ولد قحاب ديروا ماكم سوات عيماكم ديروا درام في الاسلام ها في ديسو لاجو في الاسلام على بالك ما متطيح تاعهم غامن هانك خويا مسكين هو وهذا وهذا سلام سلام خويا اسمح لي جوست دقيقه جو با سي فو مونتاندي عايشك قولي خويا وي حبيبي راك معنا اقبال يا مسلم سني خويا مسلم سني نعم ما شاء الله تعرف شويه على الدين ولا شويه كيف شويه شويه قد ما قدرنا الاسلام دين حق وكم ماهوش دين حق مانيش مؤمن به بصح قبال عقبت لقيت واحد يرقي لكم انا معليش الاسلام هو الدين عند الله هذه مكتوبه في القران واش معليش وي تقدر تفهمني هذا منطقيا كيفاش انت متاكد باللي هذا الدين صح بصح ما تعرف عليه والو كيف منطقيا كيف شكون اللي قال لك ما نعرف عليه والو اه تعرف الله تعرف الاسلام ما قلتلكش ما نعرفش قلت لك نعرف بس ما قلتلكش انا عارف تعرف شويه على السيره تاع النبي صلى الله عليه وسلم يا سير صلى الله عليه وسلم نحكوا شويه انا نحب شحال كانت عنده من مره الرسول توتال 13 وقيله 13 مع الملك اليمين اللي كانوا عنده يعني لي سكلاف سيكسيوال الملك اليمين قبالة اسمعني قبالة واحد عقب عليكم هنا رقى لكم شويه ما خرج الشيطان من روحكم معليش معليش يعني جاتك نورمال انه خير وخلق تاعك هذا اللي تعبدوا راك تقدسوا عنده 11 زوجه وعنده اربعه تاع ملك اليمين وراك تقول فيها مش حشمان ما فيها والو ورا المشكل يعني تبغي تاخذ تاكلو كان يديها واحد اليوم يديرها الناس كلاب سيسيال ما ماشي نفس الشيء نفس الرسول لا تقلبوا تقلبوا لاختي كيفاش الرسول يعني القاضي بتاعو فيه البركه ولا ما فهمتش القاضي بتاعو كيما القاضي بتاعك كذا كي كنت ضربت الترمه للذراري وهربت من البلاد الناس هم يحوسوا عليك فهمت الجماعه هذيك مال المراه اللي مرتك اللي كانوا يركبوها في الطاكسي مرتك اللي كانوا يركبوها في الطاكسي اللي هربت منها النرويج دير قولها باي باي قول سمع في بلادي هذيك الاعلام اللي راك مدير وراك بنترو يا اخي ماهوش هذيك الحال على بلادك برك مسكين والله غنت لي تغير كيف تخلص عليك انا نعرف الدين والو ولا تخلص عليكم كاع كيما هكا تسبوا نقولها لكم تخلص عليكم كاع في اليوتيوب وكاع في التيك توك تخلص عليكم كاع مشهورين وممثلين وتسبوا تطلع تقول انا ادعي اني نعرف الدين على فا تسب ودير هادشي انا ميرسي وهذا كله مبرمج يعني كيما يقولوا نقطه بنقطه زنقه 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 ميرسي وي كاكا السلام عليكم اه تفضل خويا خويا راه سقسيك برك انت ما تامنش بالدين ما تامنش بالله ما تامنش بالوجود كل لا لا انا نامنش بالاسلام الله تعالى الاسلام محمد القران والسنه وبالاديان الاخرى تامن بهم ولا ما تامنش من امش وراك مسلم الفريق هذه شنو؟ ايه مسلم سني شنو؟ ما سمعتكش قلت لك مسلم سني مسلم سني تقدر عن قناعه ولا عن تبع برك على قناعه تامه هي ماشي بالفطره ولا على قناعه تامه يعني والجرائم اللي في الاسلام يعني خمم فيهم ولا انت راح نسقسيك انت وين راح تروح بها انت كيما راك مع الالحاد وما تامن حتى بالديانه باش تامن برك
وكحب انني قريب انني قريب نلحق العدد اللي نحبوه نحبس وندورها لايفات نتاع كيما تاع قشيحه كيما نتاع يسموها اوبيرا وكلش نولي نضحك نقصر نطلع الناس ما نسقسيهم على عائشه على الدين الحق 50% نتاع الجزائريين يخرجوا من الاسلام وراني قريب راني في راني فايت 20% معليش انا كملت في الناس جو سقسيتني ما تقوليش تسمى نتايا باسكو هذا اللايف نتاعي نورمالمون ماما كاع في اللايفات كاع حنايا في العرب بالفرنسي كلش كي تطلع عند واحد هو يسقسيك ماشي انت تسقسيه دوك انا كنت جونتي جاوبتك على زوج اسئله الان قول لي نتايا كيفاش تقبل عقلك هذه الجرائم اللي في الدين منها نكاح الاطفال ضرب المراه ملك اليمين يعني العبوديه والرق قطع اليد قتل المرتد السب والشتم نهب حقوق المراه مثل الشهاده الميراث وراك ماكش اسمع راك ماكش مامن انت راك ماكش مامن بالاسلام وماكش مامن بالله ولا راك تهضر عليه هل راك تطيح وتهضر على الرسول وتطيح في الهضره وتدير ما يجاوبوكش بيان سور انت تجاوبو كيما هكا وانت يقول لك انت علاه نعم انت تهضر معاه ويقول لك صباطي حمار مانيش عارف انا يعني لابس سليب بختار انا ندير هذاك باسكو حشمان بالدين تاعو ما يقدرش راه ميت بالخوف واش شوشه وشنو شوشه انت لا لا نعم اخويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله واش الموضوع تاع اليوم دوك نشوفو خويا نشوفو شكون شوشع دوك نشوفو بالمنطق والعقلاني الموضوع تاع اليوم هي اخلاق سيئه تاع الرسول ومنين جبتهم هذوما من الحديث صحيح البخاري مسلم الترمذي ابو داود النسائي الامام احمد ما تامنش بيهم انت هادو لا لا نعم انا نطبق القاعده الذهبيه في الحوار اللي يتعلموها الناس كي يكون عندهم 10 سنين اني الزم الخصم بما يؤمن يعني كي مثلا نتاع العالم تاعك زاكر نايت ولا احمد ديدات كي تناقش مع مسيحي يلزمو بلا بيبل ولا بالكتب تاعو ما يامنش بها ولكن يلزمو بها والطرف الاخر يلزمو بالحديث والسنه ما يامنش بها هو خلطي ليه ولكن يلزمو بها يسموها الزمك بما تؤمن يعني نعم انا ما نامنش بها تصور خرطي وجرائم ولكن الزمك خلاص ما تامنش جبد روحك عليهم علاش تعمر راسك معليش هذيك قاعده في الحوار تخدم علاه طلعت خويا ما يسقسي فيك ولا تخدم لا لا ما انا ما نخدمش ما نخدمش لا هذيك راك دير 24 hours live وي وي واش رايك في الجرائم تاع الرسول والله ما على بالي يا اخي كيفاش ما على بالكش انت تامن ما نهمش بهم انا هذوك اللي تهضر عليهم ما نهمش بهم كيفاش واش ما تامنش الكتب اللي قريتهم انت ما نامنش بهم يعني ما تأمنش الآية القرآنية وامرأة مؤمنة القرآن آمن به صح الكتب لك تقرأ في الآية القرآنية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له مرأة تمشي في طريق دومونديها الرسول يني بدون مهر بدون شاهد بدون الأخرى نتاعو يعني الزينة لو كانت ديرها أنت ولا أنا إحنا مسلمين إحنا زينة بس كون يديرها الرسول حلال عليه شيكور ودو كان زعما نجيب لك إمام تهضر معاه ما تحبطوش لا ما نهبطوش جيب شيكور تاعك جيب شيكور تاعك جيب لي شيكور عندي شواكر انا ما انا سوليتير ما عندي لا صاحب لا شيكور وي وي فكرتني كي كنت صغير كي كنت نهضر باسكو انا كنت قبيح شويه خطره انا كان ضربني واحد لا ما كنتش معليش تسكت شويه تسكت راني نهضر باش نكمل شكرا وي حكرني خطره واحد وزرق لي عينيه رحت للدار قال لي بابايا واش انت يا قولي انا صغير قال لي واش بك قلت له كبير وبقيت ندير له كيما هكا واش يكور وانا بغيت نجيبك انت كلش قال لي وعلاه ما عندكش السنين الغدوه عضيتو كي عضيتو وليت شيكور في ليكول فهمت كي نهضر مع واحد اسمع مازال ما فهمتش يا دين رب ربي والو مش متربيين كاع ما يخليكش تكمل الجمله باش يفهم المعنى كي وليت نهضر معاك اش واحد غير نشوف فيه يقول لي نجيب لك خويا يقول لي اسمع لو كان تزيد تشوف نجيب لك باسكو خافني انا عضو هذا هو يعني انت راجل شك دير كس خط نجيب لك واحد بصح معليش جيبه يلا انا نقبل اتفضل ونعطيه هو يهدر ربع دقائق وانا نهدر دقيقه ونص عندك هاد السيد هذا ولا ما عندكش شيكور تاعك هذا راه هنا ولا هو يهدر ربع دقائق وانا نهدر دقيقه ونص يلا قط ما تقدرش تفتح المايك ولا كيفاش؟ بون لعبها مالا بيان سير ما يقدرش يفتح المايك